السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في القناه ديالي. جيت اليوم بهذا الفيديو هذا غنهضر لكم على واحد الموضوع ديال التحميم ديال القطط ان شاء الله بحول الله، بعد المعلومات اللي غنتقاسمها معكم في هذا الفيديو ان شاء الله. شكرا بزاف اللي بقيتو حتى هاد الدقائق هادو كتفرجوا فيا. زيد واحد الاضافه بان القطط في الصيف ماشي مشكل الدوش لهم، يعني ماشي بكثره ولكن المهم ماشي بحال الشتاء، حيت الصيف كيتكثروا ديك الطفيليات وديك الحشرات. هذا هو كان فيديو بسيط، كنتمنىكم تكونوا استفدتوا شي شويه. المهم اللي عنده شي موضوع بغى تناقشوا فيه شي فيديو ان شاء الله خليه لي في التعاليق. ان شاء الله بقى مجا بزاف ديال المفاجآت ان شاء الله، وانا خدام في فيديوهات ان شاء الله اللي عاجبوكم، وعادكم ان شاء الله متنوعة في المواضيع ان شاء الله. وشكرا بزاف، خليوا لي شي لايك وخليوا لي شي كومنتار ان شاء الله. مع السلامة.